السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا اليوم كنت مع الخياطه، لقيت بنتي ما جات تضرب ضربه تطلع عليا ما والو. قلت واش بها هذه ضربه تنح. جيت الكوزينه لقيتها جبدت البيض جبدت الزيت، واش حاجه ديري اليوم؟ السلام عليكم. اليوم نحضر معكم بسبوسه. هذا الكاس، هذا هو اللي عبرت به. درت كيلة سكر ودرت ربعة حبات بيض، درتهم في هذا الكاس. جاتني كيلة معمرة، جاني حتى كيلة بيض، كيلة بيض، كيلة سكر، ورشيشة تاع ملح. ودوكا هي نخلطها بالباتر ولا نخلطها بالبرا نورمال، بالفوي صح. ودروك بغيت نخلطها بالباتر باش تخلطها لي مليح. وهنا بعد ما ضربت السكر والبيض طلعتهم مليح، شوف كيفاش ولا. نزيد ندير كيلة زيت، نفرغه كامل ونزيد نخلط. وهنا بعد ما خلطت السكر والبيض والزيت، نزيد ندير هنايا، هنايا نحبس بالباتور، نجيب الفوي، نزيد ندير كاس حليب. هذا الكاس نفسه اللي عبرت به الزيت واللي عبرت به السكر، فرو مليح، خلط شوية. وهنايا ندير لوزيست تاع القارص، واللي ما عندهاش لوزيست تاع القارص قادر دير لاروم تاع المزهر، سوا دير لافاني ولا لوزيست تاع تشينو. خلط مليح. وهنا بعد ما خلطت الحليب تاعي مليح مع الخليط، نروح نجيب ندير كيلة تاع نواط كوكو اللي هي جوز الهند هاي ليك، ونديرو زوج كيلات سميد، زوج كيلات سميد متوسط، هاك ماشي خشين، يكون متوسط. هاوليك فهيجي، واللي ما يحبش البنه تاع جوز الهند يقدر يدير 3 كيلات سميد. انا هنايا درت كيله جوز هند وزوج كيلات سميد، ونفس عبرت بنفس الكاس اللي عبرت به البيض والسكر والزيت والحليب. نبدا نفرغ غير بالعقل ونخلط هكذا، نخلط غير بالعقل. وهنا عندي زوج خميرات تاع الحلوه، زوج الفراغ الاولى. خلط غير بالعقل، لازم نفرغ غير بشويه ونخلط باش ما يديرولناش هذوك الحبيبات هذوك، باش كل حاجة تخلط لنا مليح. هكذا خلط غير بالعقل. وهنا هاوليك الخليط تاعي، لازم هاكي يجيني هاك، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش عاقد بزاف، هكا خفيف. دوكا نروح نجيب الموت تاع السنيوة تاعي، شحال في هذه السنيوة؟ 30 30 على 25، فيها 30 على 25. فرغ الخليط تاعي، ايه نكون دهنتها ورشتها بالسميد هذاك، ندهنها بالزبده ورشها بالسميد الرقيق اللي خدمت به البسبوسه هاكا، ونكون دايره الكوشه تسخن. كي تسخن شويه ندخل البسبوسه تاعي الطيب، نشعل عليها من تحت ومن بعد نشعل عليها من الفوق. كي تحمر لنا شويه، تحمر لنا مليح ونخرجها. وهنا هاي ليك البسبوسه تاعي بعد ما طابت، شوفوا حمرتها مليح هكا راهي سخونه، نثقبها هكا هكذا. وهنايا واش عندي؟ هنا عندي الشربات، هذه خدمتها في الاول كامل وخليتها بردت. هنا واش عندي في لي الشربات؟ عندي زوج كيسان سكر، كيسان اللي عبرت به الكاس اللي عبرت به الساعة السكر والحليب والزيت، هذاك هو. نديرو زوج كيسان سكر وربعة كيسان ماء، نخلطوهم مليح ونديرو لهم طرونش تاع قارص ولا تاع تشينا،
ونديروهم يغلو، ندير نحطوهم فوق النار، كي تبدا تغلي نحسبوا 10 دقائق ونطفوا عليها ونخلوها تبرد. هاي لك هنايا راهي بارده والبسبوسه تاعي راهي سخونه، ونبدا نشرب. بسم الله هكايا نبدا نشرب فيها مليح. هكا شربت البسبوسه تاعي مليح، شربوها مليح، فرغولها كامل شربت. هكذايا شربها مليح، شوف فرغولها كامل، هذيك الكيله تاع الشربت فرغوها لها كامل وخلوها هكا هي ليله كامله تقعد تشرب في غرضها، وغدوه الصباح نقطعها ونقدمها لكم. هذيك البسبوسه تاعي بعد ما وجدت شوفوا كيف جات مشربه، خليتها باتت ليله كامله وهي بيته في الشربت تاعها، شوف جات مشمخه مليح، جات هايله. راني نقسم فيها وندير فيها في لي كيسات دوك نوريها لكم في صحن التقديم. وهنا هاي ليك البسبوسه تاعي بعد ما قسمتها ودرتها في لي كيسات، هاي ليك شوفوا كيف جات. هاي هذه درتها في بورتمونجي باش نديها معايا للجامعه، دوك نقسم معكم حبيبه هنايا تشوفوها كيف جات. هاي ليك هنايا بسم الله شوف جات مشربه ومشي حلوه بزاف باسكو نقص لها السكر. هاي ليك هاي، وقد ما تزيد تقعد قد ما تزيد تطرى وتشرب مليح. واللي ما يحبش البنه تاع نواط كوكو قلت لكم تنجموا تنحوها وديروا 3 كيسان سميد، بصح بنواط كوكو تجي فيها بنه ما شاء الله. هذه هي ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. مع السلامه.